حياكم الله مشاهدي الكرام، نرحب بكم إلى هذه الفقرة واللي من خلالها رح نتعرف على واحد من نشاطات جمعية الثقافة العربية الإسلامية. هذه الجمعية منذ تأسيسها وهي تعنى بتقديم خدمات متنوعة لكافة أفراد المجتمع الأردني، خدمات اجتماعية ثقافية مادية وأيضا خدمات أو برامج ونشاطات روحانية، لأن هناك دائما عندما تضيق النفس أو تضيق دائما نسعى إلى إنعاشها وري ضمائر النفس بالشعائر الروحانية واللي هي كثيرة في ديننا الإسلامي الحنيف. جمعية الثقافة العربية الإسلامية تنظم حاليا حملة تحت شعار أو بعنوان حب محمد يجمعنا، حب محمد عليه الصلاة يجمعنا. من خلال هذه الحملة سنفسر لماذا نحن على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا نحن نحب رسول الله. الجمعية نفذت الحملة في كافة محافظات المملكة ورح نتعرف على القائمين عليها، على نشاطاتها وأيضا على البرامج اللي نفذتها من خلال الحملة. فاسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا الكرام من المتطوعين في جمعية الثقافة العربية الإسلامية. أرحب من على يميني المهندسة نادين مكي وهي متطوعة وساهمت بالمشاركة في هذه الحملة. أهلا وسهلا فيك مهندسة نادين. أرحب بالمهندس محمد قطوس وأيضا حضرتك متطوع جمعية الثقافة العربية الإسلامية وشاركت في الإشراف على ال 15 معرض اللي تموا من خلال هالحملة. أهلا وسهلا فيك. وأيضا أرحب بالمهندس عدي المجالي. مهندس عدي حضرتك متطوع في الجمعية وأيضا منسق الحملة بشكل عام. صح. الله يجزيكم الخير. إن شاء الله هالحملة اللي يعني اللي فعلا هي فيها الكثير الروحانية اللي تلبي نداء النفس إذا ضاقت. حب محمد يجمعنا حملة قامتها الجمعية، تخبرنا عن هالحملة مهندس عدي، عن أبرز نشاطاتها يعني وشو كان دورك في الحملة؟ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء أنا حاب أشكرك أخت فخر وأشكر تلفزيوني والقائمين على هذا البرنامج، على هذه الاستضافة الكريمة. حملتنا اسمها حب محمد صلى الله عليه وسلم يجمعنا. الاسم يعبر عن كثير من مضامين هذه الحملة، فالحملة قائمة على جهود مجموعة من شباب هذا الوطن، شباب مثقف، شباب واعي، جاء من مختلف المحافظات من شتى الأصول والمنابت، وهم حب الرسول عليه الصلاة والسلام، ودافعهم للعمل وبذل هذا الجهد هو نصرته عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه بعد للأسف تكرر الإساءات الغربية لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام وحاول تشويه صورته، فللأسف بدعوى حرية التعبير. فنحن أحببنا هناك لنا رد بعيد عن أي عن من أخذ هذه القضية للوصول لمآرب شخصية. نحن أحببنا أن نرد على هذه الإساءة، نبين استنكارنا ورفضنا لهذه الإساءة بطريقة حضارية، طريقة راقية رفيعة المستوى، وقائع. نعم، في وقائع يعني. صحيح صحيح، هذا هو. فإحنا إن شاء الله يعني هذا الرد إن شاء الله يكون فعلا راقي رفيع المستوى وينشر الوعي والثقافة الإسلامية الصحيحة المستقاة أصلا من سيرة ونهج الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني استندت يعني لدينا سبحان الله لدينا حقائق نستند بها، حقائق تاريخية. صحيح. دينية وحتى علمية نستند عليها. وهذا هو يعني بعتقد هذا هو الرد الإيجابي. نعم. ثانيا يعني أيضا الحملة بدأت في كافة محافظات المملكة. نعم. من وين أول محافظة بلشتوا فيها؟ في عمان؟ يعني على الأغلب أنها كانت في عمان. نعم، عمان هي العاصمة، بكون طبعا فيها الاهتمام أكبر والفعالية أكبر، بس مع هذا يعني ما اقتصرنا فقط عمان، يعني كان في فعاليات كبيرة تقام، فعالية في عمان نفس الوقت فعالية في الزرقاء وفعالية في إربد، فما حصرنا كل في محافظة واحدة. فالحمد لله يعني حتى تعم الفائدة على جميع المحافظات. أكيد. يعني كمان كويس. دورك إيش كان؟ تنسقت بين المشاريع والنشاطات؟ طبعا أنا حبيت بس بدي أذكر أنه هاي النشاطات وهي الحملة كانت تحت إطار جمعية الثقافة العربية الإسلامية اللي هي جمعية إسلامية دينية تحث على منهج التوسط والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف. طبعا دوري كان إعلامي تنسيقي. التنسيقي عبارة عن مخاطبة مؤسسات الوطنية مثل الحكومة، الوزارات، مديريات الأوقاف، الجامعات، مثلا الهيئات الثقافية، يعني حتى تسهل
التشبيك مع الجهات اللي لها علاقة بإنجاح الحملة. هذا هو، والجانب الإعلامي التواصل مع وسائل الإعلام، لأنه إحنا كان عندنا مثل ما ذكرت نشاطات كثير مختلفة في المحافظات، فأكيد بهمنا نبرز هذه النشاطات في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. والحمد لله يعني كان في تعاون كثير من جهات الإعلام، سواء الجرائد الرسمية أو مواقع إلكترونية، والحمد لله الآن مع التلفزيون. طيب كويس يا سيدي، كل جهد لازم يعني لازم يكون له ثمن، ولازم يطفو على سطح الأشياء الإيجابية دائما. حتى يعني نوضح للسادة المشاهدين النشاطات اللي عملتها الحملة أو تمت من خلال الحملة، خلينا نشوف المادة الفيلمية ثم بنرجع للحوار مع حضراتكم. مجموعة من شباب وشابات الوطن اجتمعوا على محبة الرسول الكريم، فكان حب محمد يجمعنا، نارا أطلقته قلوبهم قبل ألسنتهم على حملة نظموها بعد تكرار الإساءات لرسولنا الكريم، فكانت حملة لنصرة الرسول الأعظم بطريقة حضارية تعبر عن هويتهم الدينية كشباب ملتزم معتدل ضمن جمعية وطنية دينية معتدلة، جمعية الثقافة العربية الإسلامية. الحملة التي قامت على يد مجموعة من الشباب المتطوع فاتحة لأهل البذل أبواب الخير والعطاء، اشتملت على العديد من النشاطات المتنوعة هدفها الرئيسي تجميع المسلمين على حب محمد صلى الله عليه وسلم. ترجم هذا الهدف في شهر المولد من خلال حملة توزيع سرر الحلوى، بالإضافة إلى المطويات والسيديات التي تحوي قصائد وأناشيد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالإضافة إلى سلسلة من الاحتفالات التي جابت ربوع الوطن من شماله إلى جنوبه في كل من محافظة العاصمة ومحافظة المفرق، محافظة عجلون ومحافظة الزرقاء ومحافظة البلقاء ومحافظة إربد ومحافظة مأدبة ومحافظة العقبة، بمشاركة الفرقة الهاشمية للإنشاد، وذلك إظهارا للفرح والاستبشار بمولد النبي المختار. وشارك متطوعو الحملة الجامعات الأردنية المختلفة الرسمية والخاصة، كالجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة وجامعة الزيتونة وجامعة آل البيت وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة إربد الأهلية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وكليات المجتمع، بتوزيع سرر الحلوى وإقامة الاحتفالات فيها. وكان هناك أيضا مشاركات عديدة مع مديريات الأوقاف ووزارة التربية والتعليم ومدارس القطاع الخاص. ولم تقتصر هذه الاحتفالات على شهر المولد، بل امتدت لتشمل المناسبات المختلفة المتعلقة بمعجزات النبي عليه السلام وسيرته العطرة، كمناسبتي الإسراء والمعراج والهجرة النبوية الشريفة وغيرهما. حملة حب محمد صلى الله عليه وسلم يجمعنا، هذه الحملة ونشاطاتها المختلفة شفناها في كافة محافظات المملكة. نتحدث مع ضيوفنا القائمين والمتطوعين في جمعية الثقافة العربية والمهندسة نادين. حضرتك متطوعة وعملتي في هالحملة، شو كان دورك؟ وتحكينا عن نشاطات وهذا الكم الكبير، يعني احنا شفنا نشاطات في غاية الترتيب وبغاية يعني بغاية الحضارية أو تليق بمناسبة أو بهذه الحملة تحمل اسم الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. تحكينا عن المساعدة والتشبيك والنشاطات اللي عملتوها. بالنسبة لدوري كان في الحملة، هو كان إشرافي تنظيمي، يعني ساعدت بتنظيم حملة توزيع السرر والإشراف على الشابات وأماكن التوزيع وكميات التوزيع اللي كنا نوزعها بالحملة. سرر ملبس؟ السرر اللي كنا، الحلوى اللي كنا نوزعها خاصة بمناسبة ولادة سرر. أبشر مرة جاي إن شاء الله. كنا نوزع هاي السرر، يعني الحمد لله على مدار أكثر من سنة عم نوزع هاي السرر بمناسبة المولد النبوي الشريف، إظهار للفرحة بولادة النبي عليه السلام. هو أعظم مخلوق الله سبحانه وتعالى أرسله إلينا، فالحمد لله كانت
يعني لقت يعني هاي الفرحه، دخلت الفرحه كثير لقلوب الناس، بينبسطوا، بنذكرهم بهاي المناسبه، كثير بينسروا يعني بنشوف. صحيح. بنروح احيانا للمستشفيات بنلاقيهم بيكونوا مريضين بيصيروا يبتسموا، بيكونوا تعبانين مغمومين هيك بيصيروا مبسوطين، وفي ناس بيكونوا حتى احيانا نلاقي ناس من دول ثانيه، نلاقي ناس من السودان، نلاقي ناس من ليبيا، ينبسطوا انه عم نظهر الفرحه بهذا الشيء، يعني الحمد لله. اما بالنسبه للتنوع بالنشاطات فهي الحمله الحمد لله عم بتضم مجموعه كبيره من الشباب المتطوعين المثقفين، يعني من خلفيات ثقافيه مختلفه، منفتحين فكريا، فيها مهندسين، فيها كتاب، فيها دكاتره اطباء، وفيها مصممين، فيها شعراء. فمثلا يعني وجود الكتاب ووجود المصممين ساهم معنا وساعدنا بكتابة مواضيع فيها رد بمجلتنا، مجلة المنبر الثقافة، رد على الإساءات للرسول عليه السلام. وجود الشعراء ووجود كمان وجود الشعراء ووجود شباب عندهم خبرة بالإيقاعات والتلحين والمقامات وفنيات الإنشاد الديني والتراث، وفي منهم أصواتهم ما شاء الله جميلة، فهذا الصراحة دفعنا لأن نقيم الحفلات بكثافة. يعني إذا لاحظتي الحمد لله بجميع وبمختلف المحافظات، يعني انتم متمكنين من الكوادر الموجوده بتنوعها بقدراتها المختلفه. ايوه، انه تنوع الثقافات، تنوع الثقافات ساعدنا على التنوع، تنوع الخبرات اللي عندكم بالضبط، انه طلاب جامعات، طلاب مدارس، فهذا التنوع هو اللي ساعدنا لهذا الشيء. هو المهم انه الواحد يكون مؤمن بالهدف اللي بيشتغل فيه، وبالتالي بعدين التنظيم ثم الرؤيه الحسنه والايجابيه للاشياء. مهندس محمد، حضرتك اشرفت ما خبروني في الجمعيه بانه حضرتك كنت واحد من المشرفين على 15 معرض. نعم. احنا نتحدث على معرض الموضوع كثير حساس ودقيق عن حمله حب ومحمد يجمعنا. نعم. تحكي لنا عن هالمعارض، عن النشاطات، ابرزها بشكل عام. نعم. بدايه هذه معارض صور الاثار النبويه الشريفه هي كانت من ابرز وانجح نشاطات في حمله حب ومحمد يجمعنا، لما لها من دور كبير في زيادة التعلق بنهج وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنها أيضا ذكرت الشباب بجزء مهم جدا من الثقافة الإسلامية، الآثار والمشاهد النبوية الشريفة التي كانت تحظى باهتمام خاص بين المسلمين على مر العصور. لكن من الشيء المؤسف للأسف الشديد أن هذه الآثار يتم الآن تغييبها وطمسها بدعاوى باطلة، منها أنها تؤدي للشرك والعياذ بالله، حتى أن البعض أصبح يصفها بالأصنام والأوثان، وهذا تطرف وغلو صريح. طيب زي إيش الآثار اللي كنتوا المعارض احتوت على صور هذا الموروث؟ زي إيش مثلا؟ صور آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض من مقتنيات النبي عليه الصلاة والسلام، شيء من النبي وقميص النبي وكل ما هو متعلق بالنبي ومحفوظ. نعم. هو الى الان. نعم. من طيب، هاي المعارض كانت ثابته ولا كانت متنقله لما تروحوا على المحافظات؟ كانت متنقله في عده محافظات وفي الجامعات في اكثر من مكان، كانت بشكل مستمر، وان شاء الله يعني نستمر بهذه المعارض بطريقه طب في رواد كانوا الشباب؟ عفوا، في رواد من الشباب، جيل الشباب. نعم، نعم، هذا مهم. نعم، كان هذا مهم، كان تأثيرها قوي جدا صراحة في مجتمع وفئة الشباب، لأنها صراحة هو شيء جديد، يعني شيء كان جديد على الشباب، شيء مهم جدا صراحة أنهم كانوا يتعلموه ويعرفوه، كان جزء كبير منهم صراحة يكون مبسوط جدا في معرفة هذه الأمور عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كمان احنا قدرنا نصل الحمد لله نصل لألاف من الناس من خلال هذه المعارض ومن مختلف الشرائح المجتمعية. أما عن دوري في هذه الحملة فكان هو تنظيم وإدارة هذه المعارض وانتقاء المعروضات. وين كنتوا في الجامعات تعملوهم المعارض ولا في مثلا في في في, في عدة جامعات، أيضا في معارض على مستوى المحافظات، كان في معرض على محافظة عمان، معرض على مستوى محافظة إربد ومستوى محافظة الزرقاء والسلط كذلك، ومعارض في الجامعات، في الجامعة الأردنية وفي جامعة الزيتون. أنت كنت تشرف على المقتنيات هذا المعرض؟ نعم نعم، يعني تعليق الصور كانوا ساعدوك شباب من تنظيم هذه المعارض وإدارتها، انتقاء المعروضات،
ايضا اختيار كادر العمل، اماكن العرض وطريقه العرض. كان يشرح لما يعني في اشياء يمكن بدها تحتاج لشرح. هي كان ايضا من ضمن الكادر اشخاص بيكونوا على علم بهذه الآثار وبنسبتها للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الآثار ثبتت نسبتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام موثقة ومشهورة بين الناس، فكان كادر العمل الموجود كانوا طب حلو انه في ناس، وجميل انها في ناس متخصصة، يعني مش لازم حدا يفتي بهاي المواضيع، فلما يكون واحد متخصص بيعطيك المعلومات حتى انه يكون قادر يوصل الفكرة ايضا. نعم. طيب مهندس نادين، الدعم هذا بده دعم مادي وبده جهد وبده تنسيق، كيف الدعم كان؟ هلا كل نشاطات الحملة كانت قائمة الصراحة على التبرعات، يعني تبرعات ابناء الوطن واللي آمنوا بأهمية هاي الحملة وصدق وإخلاص القائمين عليها. والحملة أصلا كمان أعطت فرصة لأهل الخير والكرم إنهم يبذلوا أموالهم فيما يحبه الله ورسوله، وترسخت ثقتهم وزادت بأهمية هاي الحملة والعمل اللي عم بتقوم فيه لما شافوا النتائج والحصاد الحمد لله اللي عم بتحققه. والحمد لله كل يوم عن يوم عم يزيد عدد الداعمين لإلها. الحمد لله. الحمد لله. طيب حتى أنهي اللقاء مع حضراتكم، إحنا بنتحدث على عمل منظم مبرمج بطريقة حضارية تليق بالمناسبة اللي بتنعم، تليق بالشخص الكريم عليه الصلاة والسلام الذي بعث الله سبحانه وتعالى لنا مبشرا. نشاطاتكم بعد هالنجاح اللي حققته، شو رؤيتكم للحملة؟ نعم، هسه لانه لازم نضل احنا سنبقى ونموت ونحن نحب ومحب. اكيد، وهي الحملة ان شاء الله راح يظلها مستمر على مدى الاعوام القادمة. احنا ان شاء الله النشاطات اللي يعني اللي تم اقامة الحج الان راح نستمر عليها، لانها الحمد لله كلها يعني بلا استثناء نشاطات ناجحة. ولكن هناك ان شاء الله افكار قادمة، منها على سبيل المثال اقامة ندوات تناقش افكار الحملة، يشارك فيها عدد من المثقفين والرواد، تجذير أفكار الحملة عن طريق محاضرات تثقيفية لطلاب المدارس، وهم شريحة كبيرة من هذا المجتمع. وإحنا فعليا يعني بلشنا بهذا عن طريق طلاب مدارس جمعية الثقافة العربية اللي بدأت هذه الدورات والمحاضرات تقام لهم. وإن شاء الله نتوسع بهذه الحملة. إحنا متأكدين من أفكاركم الحضارية دائما، أفكاركم المتطورة والمبهرة اللي بتخدم القضية. أنا بدي أشكرك مهندس عدي، مهندس محمد، ومهندس نادين. شكرا جزيلا لكم لجمعية الثقافة العربية الإسلامية بأفكارها الحضارية وبأفكارها المنظمة دائما. صباحكم طيب. الله يكرمك.